كل هذا ولم تتعظون، كل هذا الذي أصار إليه الأمر ولم تنتهون. جمع ترام حسب إعلامكم 450، دفعهن بيومين إعصار هارفي والإعصار الثاني، وجاي 5 أعاصير جديدة. بس يومين دفع ال 450 الأخ، كان يلعب ويا الله، فالله قال له وين تريد؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء الناس ضمنوا ان الله لن يمكر بهم فاخذ اموال الخليج. الان الخليج مجبرين يدفعون الاموال، مشت الكويت لتدفع حتى يبقى الاخوان عندها، لتدفع 200 مليار، والبحرين تدفع كل ما عندها ليبقى ملكها، والسعودية تدفع ما بقي من بنوكها حتى قانون جستة الذي سيصدر عليهم عن قريب. واسمعوا عني، في نهاية المطاف ستربح قطر لصغر حجمها، لأن قطر لن تستطيع أن توفي بالغرض. يريدون أن يبتزون دول كبار، دبي سيبتزون أموالها لأنها تبيض الأموال.